السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكويت للكويتيين، والجزائر للجزائريين، وتونس للتونسيين، والسعودية للسعوديين، ومصر للمصريين، وموزمبيق للموزمبيقيين. الكويت للكويتيين مو حق المصريين، انتم مجرد ناس مأجورة، احنا نيوكم براتب لخدمتنا. ليش ما تفهمون؟ انت مو شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك. يبا الكويت للكويتيين وليس للمصريين او اي وافد. انت ما انت شريكي في الوطن، افهم. تتأمرون بعد؟ نعم، شنو فيه؟ انت مصري حقير، انت عايز تقارن نفسك بالكويتي؟ كلمات استفزت الشارع المصري واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الاف الردود على ريم الشمري من عينة ازاي تتكلم باللهجة دي وتصفنا احنا المصريين كده. احنا المصريين يا جدع 7000 سنة حضارة، احنا المصريين اللي كنا واقفين علشانهم في يوم من الايام، ولولا وقفتنا كان زمانهم جواري وخدم عند ابو عدنان صدام حسين رحمه الله. احنا المصريين اصل الحضارة واقدم شعب في الارض، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. تعالى بس كده معايا واهدى شويه، الله يكرمك، وبلاش تحد في الناس بالطوب. فاللي بيته من ازاز ما يقلعش في الريسبشن يا نجم. انت ناس البعض مننا كان بيعمل ايه في اخواننا السوريين؟ مننا اللي كان بيتبلع عليهم، والبعض اللي كان بيقول اشتري يا مصر من ابن بلدك، وسيبك من السوريين اللي كانوا الجو مننا، ولا التحرش ببنات سوريا، ولا اهانتهم لما حد منهم يطلب مساعده وتقول له روح امشي يا سوريا شحات روح بلدك. طبعا الاغلبيه المصريه جدعان ورجاله وشهامه، وعارفين ان السوريين فوق راسنا. بس بفكرك باللي كان البعض مننا بيعملوا مع السوريين ومزاحمتهم في ارزاقهم، ولا اللي كنا بنقوله على السودانيين والاثيوبيين اثناء بناء سد النهضه، انتوا كنتوا شغالين عندنا بوابين وسفرجيه، انتوا ناسين عثمان البواب ولا زينب الشغاله وكلام من نفس العينه ده؟ فاهدوا كده وصلوا على النبي يا اخوانا، ده احنا العنصريه فينا بس ربنا اللي هدينا. فسيب بقى السبحه من ايدك واخلع الجناحات اللي على كتافك علشان نعرف نتكلم شويه مع بعض، وقبل ما نهاجم ونتريق ونفكرها بالذي مضى ونقعد نشتم فيها وفي الكويتيين كلهم، اللي بنعتذر لاي اهانه او اي اساءه وجهها البعض مننا ليهم، فما ينفعش نعيب عليها ونعمل زيها، والا يبقى ايه الفرق بيننا وبينها؟ تعالى بقى كده يا ابن النيل، احنا كمصريين امر منها، ده احنا جبابره يا اخي وبنعرف نقلش على طوب الارض، ده احنا ما خليناش حد على ظهر الكوكب الا واتريقنا عليه وسخرنا منه، حتى على بعضنا البعض، لدرجه ان حته كره جلد بتخلينا نسب بعض واللي ما يشتري يتفرج علينا. ولا شوف العنصريه حتى في تشجيع الكرة بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، وكمية الشتايم والقلش اللي بنقولها على بعض، والكوميكسات والمقاطع. يا راجل بيبقوا اخوات في بيت واحد وبيقطعوا بعض علشان برنامج او ماتش كرة، فبلاش ندعي المثالية الزايدة عن الحد دي وكأننا ملايكة يعني. وما ينفعش ان واحدة تستفزنا فنقوم نشتم دولة كاملة ونطلع العصبية الجاهلية اللي جوانا. وانتوا تبقوا ايه بتوع الصحراء؟ ده البترول اللي عمل لكم قيمة، والكلام من نفس العينة دي. اقولك يا بطل، الكلام ده مش بيفكرك بحاجة؟ نفس المشهد بالظبط حصل قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تشاجر رجلان من المهاجرين والانصار ذات يوم، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الانصاري يا للانصار، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم مسرعا غضبان وقال ما بال دعوى الجاهليه، فقص عليه ما كان بين الرجلين، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه، وصدق والله انها لمنتنه. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوات القوميه والقبليه بالجيفة النتنة، وشبهها لمن نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم الناس أجمعين، بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه المهاجرين والأنصار. قال الله جل الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما بال اليوم أقوام لا يعرف لهم أصل ولا فصل، يتفاخرون بقوميتهم وبانتمائهم إلى تراب لا يد لهم فيه، بئست قوميتكم وبئست قبليتكم وبئست أوطانكم فإنها لا تغني عند الله شيئا. انتسب رجلان على عهد نبي الله موسى عليه السلام، فقال الأول أما أنا ففلان ابن فلان ابن فلان، وعد تسعة من آبائه وأجداده، ثم قال للآخر فمن أنت لا أم لك، فقال له أما أنا ففلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين الرجلين المنتسبين، أما الأول فقد انتسب إلى تسعة في النار وهو عاشرهم، وأما الآخر فقد انتسب إلى اثنين في الجنة وهو ثالثهم، فدعوها فإنها منتنة. الإسلام لا يعرف أوطان ولا يعرف أجناس ولا يعرف أنساب، الناس في الإسلام جميعا متساوون، خلقوا من تراب وقسمت بينهم معيشتهم، وجعلهم الله شعوبا وقبائل، وجعل شرط الأفضلية التقوى
قوة مش بالفلوس ولا بالبترول ولا بالأسلحة ولا بالتاريخ ولا بالحضارات. قال الله جل وعز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولله در الإمام ابن تيمية رحمه الله المفترى عليه زورا وبهتانا إذ يقول: ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم أحد بنسبه، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان، دعوها فإنها منتنة. مر حبر يهودي بالأوس والخزرج فلما رأى ما رأى من جمعهم وإلفتهم بعدما كان منهم في الجاهلية من فرقة وتعصب وحروب اغتاظ لذلك، فأرسل إليهم شابا من يهود ذكرهم بيوم بعاث وما كان فيه وأنشدهم بعض أشعارهم فيه، نفس اللي احنا بنعمله النهاردة وإحنا عمالين نفكرهم بالذي مضى وأنه لولا نحن ما كنتم أنتم، ودعوات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. تعالى تاني اليوم بعاث، وكان يوما قبل الهجرة بثلاث سنوات اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكانت الغلبة فيه للأوس، فتكلم الناس وتفخر بعضهم على بعض وتنازعوا حتى قال أحدهم لصاحبه: إن شئتم والله رددناها عليكم الآن جذعة أي حربا. وغضب الفريقان وتنادوا: السلاح السلاح، موعدكم الحرة والحرة مكان بالمدينة. وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض ووقفوا للقتال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه حتى أتاهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، أترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعلم القوم أنها نزغة شيطان فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعض واستغفروا لذنبهم وعادوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها منتنة. عقيدة الإسلام الذي جاءت بالترابط فيها: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يعرف الإسلام مصري ولا كويتي ولا إماراتي ولا سعودي ولا أبيض ولا أسود، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. يقول الأمين صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لازم تفهموا شيء واحد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، فهموا؟ في تشتغل كأخذ راتب، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، نيبكم في عقود تخدموننا وتدلفون. هو الشغل بقى مسبة وعار يا ريم ولا ايه؟ هفكرك بس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. المصريين اللي انت بتقول عليهم دول فيهم الاطباء اللي حضرتك بتتعالج على ايدهم او بتتعالج على ايد دكتور كويتي، هو في الاصل تلميذ لدكتور مصري، واللي بنى اعظم منشآت عندك مصريين، والخبراء المصريين والمهندسين واساتذة جامعات في جميع التخصصات هم اللي رافعين مستوى البلد عندك، ولو نزلوا هتعرف الفرق. فالمصريين مش متسولين، انا مش بقول كده تفاخرا، انا بعرفك بس حقيقة الامور. فارجع واقولك: دعوها فانها منتنة. عقيدة الاسلام لا تنظر الى غنى الناس ولا فقرهم ولا حسبهم ولا انسبهم، عقيدة تسمو بالانسان لكونه انسان. قال الله جل وعز: ولقد كرمنا بني ادم. عقيدة جاءت لتزيل الفوارق بين كافة البشر، اجتمع تحت ظلها بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو بكر العربي، فيها الصديق السيد في قومه يتساوى مع بلال العبد وكلهم عبيد لله. يجتمع أصحاب النبي ذات يوم يتحدثون في أمر ما وفيهم أبو ذر الغفاري وبلال رضي الله عنهما جميعا، فيقول أبو ذر مقولة فيرده بلال، وكان أبو ذر رجل ذو حدة فغضب وقال لبلال: حتى أنت تخطئني يا ابن السوداء؟ فيقول بلال: والله لأرفعن انك الى رسول الله. فلما سمع النبي بالخبر احمر وجهه غاضبا حتى اذا جاءه ابا ذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. فبكى ابو ذر وخرج مسرعا الى بلال حتى اذا اتاه وضع خده على الارض وقال: والله يا بلال لا ارفع خدي من على التراب حتى تطأه برجلك، انت الكريم وانا المهان. احنا ما نبي الجاليه المصريه، انا اعترف، انا اقول احنا ما نبي الجاليه المصريه، لان اوسخ جاليه ما اقول كلهم 90% وسخين، اللي بالكويت وسخين، مصدقين نفسهم انهم تركاء معانا بالوطن، لان الكويت لهم اتخسون.
اتخشون مثل ما ديرتك ملاقي فيها لقمة تاكل فيها وتاكلون بالزبالة. فاهم يا مفاهم؟ بعد واحنا بنقول لحضرتك يا بنت الاصول الجالية الكويتية من افضل وانبل الجاليات، والشعب الكويتي شعب محترم، ومش معنى ان في واحدة زي حضرتك نحكم عليه كله بانه كده. وخدي بالك يا استاذة ريم، مش معنى انك تعاملت مع شخص مش كويس يبقى الشعب كله كده. وحب اقولك يا استاذة، شعب مصر مش وسخ. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوم فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآب، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنف هنة. ثم تلا قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعوها فإنها منتنة. عقيدة الإسلام جاءت تدعو إلى الترابط والتلاحم والمؤاخاة فيما بينهم، فجعلتهم كالجسد الواحد. المسلم في أقصى مشارق الأرض له حق على أخيه المسلم أينما حل ونزل فيها، إنما المؤمنون إخوة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، ها هو سعد بن الربيع الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف المهاجري: أنا أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي بيني وبين كنصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. إنها أخوة الإيمان وحقوق الأخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبك صلى الله عليه وسلم بين يديه ليزيد في بيان التلاحم والترابط والإخاء. والله ثم الله لا نوقف لكم عظمة بالبلعوم، ما يهمنا لا حكومة ولا يهمنا شيء، هالشعب هالوافدين المصريين راح يطلعوا من البلد وتشوفون عشان تعرفون قوة الشعب الكويتي مو الحكومة. الشعب الكويتي إذا قال ما يبيكم ما يبي. أتمنى من كل كويتي لازم نطرد هالجالية، هذه الجالية ولا الأجانب الثانيين على العين والرأس، لأنهم محترمين وعارفين شنو الكويتيين وعارفين شنو الكويت وعارفين حدودهم، لكن هذه الجالية اللي صدقت نفسها. قبلك قالوا كده برضه، قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بحجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فبلاش تفاخر ونعرات كذابة عن أي قوة تتحدثين. وفيروس لا يرى بالعين المجردة دوخ العالم بأسره وفضح جميع القوى وأظهر عجزهم وضعفهم أمام شيء لا يرى. روحوا اكلوا بالزبالة، روحوا حق حكومتكم، خلوا تسحلكم على كيفكم. فاهمين ولا مو فاهمين؟ معلمون حكومتكم تطقكم على راسكم ومسكتكم مثل الجزم، مثل الجزم. تبغى تطلعون كبتكم علينا؟ لا يبا، صدق احنا شعب كويتي طيب، بس الكويت خط احمر، الكويت خط احمر، فاهمين؟ ألا لعنة الله على من أذل المصريين وأكل حقوقهم وسرق ثرواتهم وتقلب في أنواع النعيم وجعل الشعب يتسول في بلاد العالمين بحثا عن قوت يومه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وختاما أيها الكرام، عودوا إلى هدي دينكم وكسروا تلك الأصنام القومية والقبلية. المسلمون أمة واحدة ووحدة واحدة وجسد واحد. من الذي وضع لنا الحدود؟ من الذي قسم دولنا؟ من الذي جعل لتلك الأسلاك وتلك الحجارة وتلك الحدود الترابية قيمة تتجاوز قيمة الإنسان؟ بالأمس القريب كنا أمة واحدة تجمعنا راية خليفة المسلم، حتى جاء الاستعمار فقسمنا إلى دول ودويلات، وما سيكس بيكو منكم ببعيد. بالأمس كانت بلاد الشام بلاد تتسع رقعتها فقسموها إلى دول متعددة، الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، كل تلك الدول كانت واحدة اسمها بلاد الشام. ألا لعنة الله على الظالمين. الوحدة هي طبيعة هذا الدين وركنه الركين الذي تقوم عليه دعوته الموجهة إلى الناس أجمعين. قال الله جل وعز: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم، أمة واحدة في العقيدة والمنهج والشعور والهدف والمصير، أمة واحدة يجمعها إله واحد ودين واحد ونبي واحد وقرآن واحد
واحد وشريعة واحدة وأذان واحد. فاللهم وحد جمعنا وانزع الفرقة والبغضاء من قلوبنا واجمع على الحق البلاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحبكم يا شعب الكويت في الله، ونحب كل المسلمين في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.